إلى الجنوب من محافظة إدلب تقع قرية فيلون التي امتازت دوما بطابعها الريفي الجميل. تتجول اليوم في أنحائها وقلما تلمح شخصا بقي في هذه القرية التي أنهكتها قذائف وبراميل النظام. يبلغ عدد سكان فيلون حوالي 5000 نسمة، يعمل غالبيتهم بالزراعة، لكن قصف قوات الأسد المستمر لها جعل الأهالي ينزحون مخلفين أملاكهم وبيوتهم هنا. يا اخي هاي بيوتنا كلها هيك، كل بيوت الامنين الناس كلها تنزح من البيوت لان كل هذا البيت بيت، كل بيت منصوب فيه قذيفه، كل بيت فيه قذيفه او دمار او صاروخ طياره. نحن قريبين الى معسكر المصطومين بعد 1 كيلومتر، والى تل المصطومي، والى قريه المصطومي بيننا وبين 700 متر خط نظر. كل بيوت الامنين الضيعه كلها عم تفضى غصب عنا، الناس عم تهرب من الضيعه. القصف المكثف على القرية كان من قوات النظام المتمركزة في معسكر المصطومة. أما عن القصف الجوي فحدث ولا حرج عن طيران الحربي جعل من فيلون مكبا لبراميله وقذائفه. يعني ما في 10 عائلات في قرية فيلون، بس 10 عائلات يضو بالليل ما بصير شغيل، ما تور سيارة لا تمشي، يعني طفيان ضو، خيفان يعني إذا مشيت حتى لو مطفى الضو خيفان. يوميا يعني قصف، صواريخ، قذائف دبابات، قذائف هاون، كل شيء يعني كل شيء نوع اسلحه بضربنا فيها. يعني نضيع على قصف عشوائي، اللي كان بالشركه واللي كان بالهاوي ولا فوزليكا ولا الى اخره.